إذا نتابع الأمر هذه المرة من برلين. معنا من هناك الأستاذ محمد الخفاجي الكاتب الصحفي. أستاذ محمد، ربما ألمانيا هي أكثر الرافضين للموقف الروسي في المنظومة الأوروبية، معناها تعتمد في 50% من احتياجاتها من الطاقة على الغاز الروسي، وربما هي أيضا أوقفت العمل في نورد ستريم 2، خط الغاز الروسي الواصل إلى أوروبا. على أي أمر تراهن ألمانيا في هذه الحالة وقد تفقد بالفعل مخزونات كبيرة من الغاز تباعا؟ تحية لكم ولجميع المشاهدين. طبعا يعني ألمانيا الآن قبل حوالي 10 دقائق انعقد مجلس الوزراء الأمني المصغر، وهنالك يعني حديث عن اتخاذ قرارات بشأن بالذات بشأن قضية الغاز والفحم، وأيضا صرح وزير الاقتصاد الألماني بأننا علينا أن نجد البدائل في أسرع وقت ممكن. الآن كما تفضلتم توقف العمل بنورد ستريم 2، وهنالك طبعا احتمالات أن يكون نورد ستريم 1 أيضا ربما سيتوقف بعد هذا الغزو على أوكرانيا. فلذلك ألمانيا تتجه لي بدأ طبعا هي منذ عدة أشهر منذ بداية حقيقة الأزمة الأوكرانية البحث عن بدائل لمصادر الطاقة، لأن هذه المسألة حيويه جدا بالنسبه لبلد صناعي مثل ألمانيا. لكن استاذ محمد، يعني اسمح لي، وزير الطاقه القطري في منتدى الغاز الذي عقد في الدوحه قال ان لا توجد دوله تستطيع منفرده امداد اوروبا بالغاز كما تفعل روسيا، تحدث ايضا عن سرعه امداد اوروبا بالغاز الطبيعي، فبالتالي هناك رهان بالفعل وفجوه زمنيه قد تقع في هذه الفتره حتى تصل الامدادات. إذا ربما كانت أوروبا يعني متأخرة في الحوار مع روسيا أو في الوصول إلى تفاهمات مع روسيا تؤمنها أو تكفي لها إمدادات غاز مطمئنة. نعم، وهذا بالفعل ما الآن يخشوه حقيقة السياسيين الألمان وحتى الشعب الألماني، وهنالك حقيقة ارتفاع بأسعار الطاقة بشكل كبير جدا في هذه الفترة الماضية. يعني اسعار الغاز الطبيعي والكثير من يعني منتجات الطاقه اصبحت يعني بدات تتضاعف الاسعار او تصعد بشكل غير مسبوق، وهذا يعني الذي حصل. استاذ محمد ارجو ان تتحرك قليلا بالهاتف حتى نسمعك بشكل واضح. نعم، الان افضل؟ الان افضل، تفضل. يعني الآن هذا الاجتماع الأمني اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، نعم سيبحث أكيد الجانب الأمني في الموضوع، ولكن الأهم هو سيركز على مجال الطاقة. وكما تفضلت هنالك حقيقة تأخر، أوروبا لم تكن تتوقع حقيقة أن تصل الأزمة بهذه السرعة إلى اليوم. نعم، هنالك كانت توقعات بأن يكون هنالك ربما مناوشات على الحدود أو غيرها، لكن أن تتطور الأزمة بهذا الشكل السريع خلال هذه الأشهر الماضية لم تكن تتوقعها حقيقة. لكن أستاذ محمد، برلين هي من سارعت بوقف العمل في نورد ستريم 2، وهذه إشارة كانت سلبية بالتأكيد من برلين لموسكو. هذه المسألة حقيقة لأن هنالك الضغط على نورد ستريم 2 هو ليس جديدا، يعني هنالك ضغط على ألمانيا منذ فترة طويلة، منذ بداية إنشاء حقيقة الأنبوب هنالك ضغط على ألمانيا على إيقاف العمل بهذا المشروع. لذلك لم تكن يعني ألمانيا الآن بموقف تستطيع أن يعني أن تختار أن توقف أو مثلا تتخذ إجراء آخر. فلذلك كان على السياسيين الألمان حقيقة انسجاما مع الوضع الأوروبي، مع وضع الاتحاد الأوروبي، وأيضا انسجاما مع الحليف الامريكي، كان لابد ان يكون هنالك موقف واضح. يعني المانيا ما طلبت حقيقه كثيرا في قضيه نورد ستريم 2 منذ سنوات، يعني هنالك عندما اصبحت قضيه القرم وغيرها، يعني عندما احتلت روسيا شبه جزيره القرم وبعد ان حصل الاستفتاء وضمت شبه جزيره القرم الى نعم.